أكثر من عام مضى على حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها السلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 42 ألف شهيد و 97 ألف مصاب، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ. معاناة إنسانية يعيشها سكان قطاع غزة وخاصة في الشمال، حيث انخفضت بشدة إمدادات الغذاء إلى غزة في الأسابيع القليلة الماضية بعد فرض سلطات الاحتلال قيوداً جديدة على المساعدات الإنسانية ضمن حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال من خلال استخدام سلاح التجويع. كل شيء قاعدين في دار عمي، سمعنا صوت القذائف، طلع يجري بفكر إنه خضار ابن عمي الثاني، راح يجري هو وابن عمي وابن عمي. فجاهم بقذيفة أجت في وجهه، طب هالحين بده يتحول على المعمداني، إلا من ساعتين بنحاول نعمل تنسيق إنه يتحول على المعمداني، فيش تنسيق يتحول على المعمداني، وهذا زي ما أنت شايف نزيف وأكسجين ما فيش، ولا في أي دكاترة وفيش ممرضين، هيك شايف ولا ممرض لما طلع علينا ولا شيء، حتى الجهاز اللي نشوف كيف وضعه كيف نبضه ما فيش. وفي جبليا واصلت قوات الاحتلال حصارها للمخيم، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما بريا للمرة الثالثة في المنطقة منذ الحرب على قطاع غزة، وأصدر الاحتلال أوامره لأكثر من 400 ألف فلسطيني بإخلاء المخيم. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة عن إجلاء الأطفال الخدج والمرضى بعيدا عن مستشفى كمال عدوان، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف من قبل قوات الاحتلال على المستشفى، فضلا عن خروج مستشفيات أخرى عن الخدمة بعد صدور أوامر إخلاء إسرائيلية في شمال غزة. احنا نطلب من الدول العربية من كل الشعب أن يوقف الحرب، وإن شاء الله يا رب يقفوا معنا يا رب. فجيت لقيت الحمد لله رب العالمين، الله طيبني بلا أحمد، في شضايا خفيفة فيه الحمد لله رب العالمين، وبس صدره فيه إيش الكلاوي فيه زي سوير في كلبه، والحمد لله من فضل الله 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 ربنا نجل النعمة، يكون إن شاء الله سنة اللي بتلبوه. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الأونروا أنها اضطرت لإغلاق الملاجئ التابعة لها في شمال القطاع، فضلاً عن تعليق الخدمات التي تقدمها للنازحين في ظل عدم توافر أي إمدادات أساسية تقريباً، فيما ينتشر الجوع ويتسع نطاقه مرة أخرى.